بعد اجندتنا النهارده اللي هنتكلم فيها عن عمليه تصنيف الزيتون وفرزه هيكون معانا الباشمهندس بدر سعيد اخصائي فرز الزيتون. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني الزيتون اصناف كتير جدا، شركات كتير جدا بتقبل على الزيتون، منها شركات المواد الغذائيه، منها شركات المستحضرات التجميليه، في صناعات كتير جدا يعني بنستخدم فيها زيت الزيتون، مخلفات الزيتون، لكن لما نتكلم النهارده على الزيتون في مجال الغذائي يعني النهارده استخداماته بتكون للتخليل او للزيت، وده اللي عايزين نركز فيه مع حضرتك وتقول لنا مواصفات الزيتون القابل للتخليل ومواصفات الزيتون الخاص بعمليه العصر. بسم الله. هو طبعا الاول في البدايه يعني جوده الزيتون بعد المكافحه الجيده تطلع لي ثمره بحاله جيده، بتعتمد في المقام الاول على اختيار مقاول الجمع بشكل صحيح. ليه؟ لان انا عندي المتخصص والمتدرب على عمليه الجمع الصحيحه زي ما ذكر الباشمهندس محمود السيد، قلنا ان الجمع اليدوي بيحافظ على الثمره لحد ما توصل للمستهلك بصوره جيده. فهنا طبعا بعض الصور الخاطئه للجمع، بنجد بعض الناس اللي هي بتجمع بالعصا، دي بتؤدي الى تجاريح وصدمات في الزيتون، بتخليه غير صالح للاستخدام او غير صالح للتسويق. طبعا هنا بعد عمليه الجمع طبعا بيتم برضو للمحافظه على الثمار بيتم وضع الزيتون في برانيك بحيث بتبقى جيده للتهويه للثمار لحد ما توصل للمصنع، لان في برضو بعض الصور الخاطئه بنلاقي بعض الناس بتجمع في الشكاير اللي هي البلاستيك او الاكياس البلاستيك، دي طبعا بتؤدي الى تلف الثمار. بعد ذلك طبعا بنجد برضو عشان نحافظ على الثمار بيتم فرز الثمار، كل ثمره طبعا بتروح في اتجاه التخليل، طبعا لازم انتقي الثمار الجيده، الثمره ما فيهاش خاليه من التجاريح، خاليه من الاصابه. في عندي بعض الثمار اللي هي الجافه دي برضو بتتفرز وبتتجه للزيت، وبكده طبعا بحافظ على بنلاقيها مكرمشه شويه كده بالظبط. دي بتاعت زيت. دي بعض الثمار اللي هي ممكن تكون ناتجه عن مثلا سقوط في الارض او كده، بجمعها وبتضاف للثمار الزيت. جميل. بحيث ان يطلع لي في الاخر منتج جيد. طبعا انا عندي بالنسبه للثمار في اللي هو الثمار اللي هي الزيتونه بشكلها الطبيعي اللي هو الاخضر. بعد كده في عندي الزيتون بيدخل في مرحله اسمها مرحله شكلطه، بلاقي ان الزيتونه بتاخد جزء منها بيبقى خد اللون اللي هو الاسود، اللون الاسود، فبسميها ان هي الزيتونه بدا يشكلط، دي انا بفرزها برده لوحدها. وفي جزء بقى اللي هو الاسمر خالص اللي هو الايه الزيتون اللي هو بيستخدم الاسود الطبيعي، زي عندي بعض الاصناف زي البيكوال والمنزانيلو والكلاماطا، دي بتستخدم في التسويق بجميع الاشكال سواء اللي هو اللون الاخضر او اللون اللي هو الاسود الطبيعي. طب خليني اسال حضرتك سؤال برضو، النهارده احيانا بنروح نشتري زيتون بنلاقي من بره لونه اسود ونفتح نلاقي اللحم جوه ابيض، هل ده معناه ان الزيتون مصبوغ ولا ده نوع من انواع الزيتون؟ يعني لان في انواع من الزيتون النهارده ضغطنا عليها طلعت العصاره بتاعتها كانت لونها داكن او لونها هو حضرتك او اللحم بتاعها اسود. يعني الزيتون الموجود في الاسواق باللون اللي هو الاسود اللي هو ده بيبقى غالبا اللي هو النوع اللي هو المسبوغ، لان احنا زي ما احنا شايفين على الشجر. يعني لما نلاقي زيتونه سودا من بره ولحمها من جوه ابيض ده معناه انها مصبوغه. ده مصبوغه صبغه ايه؟ غير تعتبر يعني غير صحيه. غير صحيه. انا عندي زيتونه اللي هي السمراء على الشجر بمجرد وضعها في المحلول الملحي بلاقي ان هي بتاخد اللون اللي هو الايه؟ لون الموز. اللون نفسه بيتغير. بالظبط. وحتى احنا يعني لو ضغطنا عليها هنلاقي ان العصاره اللي جواها لونها بالظبط لون العصاره هو بيبقى غامق جدا. بالظبط. احنا لما بنيجي نشتري الزيتون بنلاقي الزيتون اللي هو اللون الموف سواء في الكلاماطه او في الايه او في البيك والاسود الطبيعي. صحيح. وده هو اللون الاسود الطبيعي بيتحول للون الايه الموف. باشمهندس بدر سعيد انا بشكر حضرتك جدا على المعلومات القيمه اللي حضرتك قدمتها، يا رب ان شاء الله كل الساده المشاهدين يكونوا استفادوا منها. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. اعزائنا المشاهدين يعني النهارده استفدنا معلومتين مهمين جدا، ولسه هديكم كمان معلومه مهمه
ومفاجأة ليكم. النهاردة نبعد تقريبا، نحاول نبعد قد ما نقدر عن الزيتون، يعني إذا ما كناش بنشتريه من مكان موثوق فيه أو من شركة موثوق فيها يا ريت بلاش الزيتون اللي بنشتريه من على الرصيف. النهاردة في ناس بتستخدم البوتاس في عمليات التسوية السريعة، كمان في ناس بتستخدم صبغات غير صحية في الزيتون عشان نعرف الزيتون مصبوغ ولا لا. هنضغط على الزيتونة إذا كانت العصارة اللي جواها اللحم بتاعها من جوه غامق بنفس لونها من بره يبقى دي الزيتونة طبيعية، إذا كان اللحم من جوه أبيض والزيتونة من بره سودة ده معناه إنها مصبوغة. في نفس الوقت إذا كنا هنتكلم عن عملية التخليل نبعد عن الزيتون المصنع إلا إذا كنا بناخده من مكان موثوق فيه أو من شركة محترمة، لأن في ناس كتير جدا بتستخدم البوتاس، وقلنا إن عملية التخليل بتتم بالملح وبملح الليمون وبالمية فقط لمدة 15 أو 20 يوم. كمان في طريقة تانية ودي المفاجأة اللي أنا محضرها لكم النهاردة للتخليل، ودي لتخليل الزيتون بشكل طويل الأمد، إن إحنا هنجيب ملح ونفرشه ونحط الزيتون ونغطيه كمان بملح ونسيبه في الشمس لمدة أسبوع، بعد كده هنجمعه بالملح بتاعه ونضيف شوية زيت ونخليهم. الطريقة دي ممكن تخلي الزيتون معانا يعيش سنة وسنتين. أعزائي المشاهدين بكده بتكون خلصت حلقتنا وبتكون